الترند ده شارك فيه فنانين زي طبعا محمد هنيدي يعني ملك الكوميديا على السوشيال ميديا وكمان في السينما، ليلى علوي كمان بس ما شاء الله هي قمر برضه في الحتة. بصوا هنيدي يا جماعه فظيع. انا فاكره كان كاتب تعليق بس انا مش عارفه هو هنيدي معروف ان هو طول الوقت بيتريق على نفسه على تويتر وبيسيبش فعلا زمايله من الممثلين بيقعدوا يتريقوا ويهزروا مع بعض. هو واحمد فهمي عاملين دويتو فظيع، موتوني في رمضان. عايزه اقول لك كمان انه نوره احنا لما بنبقى صغيرين بنبقى عايزين نكبر.